التقط شاب يمني صورة لأحد الشوارع الفرعية في الحي الذي يسكنه بحسب روايات الناشطين قام بفبركة صورة الشارع القريب من منزله بواسطة الفوتوشوب وعمل على ترميم وسفلة الشارع ليرسم طموحاته المتواضعة بطريقة جميلة رغم عدم صحتها وأثارت الصورة المفبركة ردة فعل واسعة حيث تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي ويعلق أحد الناشطين قائلا اليمن لا تزال في خير وتعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة وانعدام للخدمات جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين أواخر عام 2014